أستاذ الدكتور موسى سليمان، برحب أهلا بحضرتك مرحبا. مرة أخرى دكتور موسى. أهلا بك. الحقيقة كنا بنتكلم على النقطة تكبير. الخطيرة اللي طرحها الحاج أحمد من كفر الشيخ، اللي هي تغذية بعض المزارع السمكية بنفر. على النافق من الدواجن والمصاب بإنفلونزا الطيور. تمام. أنا كنت بسأل حضرتك، هل هذه الأسماك التي تتغذى على مثل هذه الطيور النافقة تؤثر صحيا على صحة المواطن المصري؟ لو لا، حدث ولغاية دلوقتي لم يثبت، لم يثبت. لكن الأسماك تصاب وعزلوا منها الـ H5 ده وعزل، يبقى لكن إذن احنا لازم ننتبه لازم لهذه ننتبه المشكلة. طبعا، مهمة جدا جدا، لابد النافي ده يعامل معاملات حرارية معينة بحيث ان انا اقضي على البهوس قبل ما اقدمه كعلقة للأسماك. طبعا نقطة مهمة جدا جدا. تمام، طيب.